المشبك والعوامات، القطايف والشعيبيات وأصناف أخرى من الحلويات الشعبية التي اعتاد أهالي المدينة على تناولها في شهر رمضان الكريم حتى أصبحت جزءاً من الطبق الرمضاني. كل مكان في مدينة اللاذقية يشتهر بصناعة صنف من هذه الأصناف ويتميز بها عن غيره. وعندما تتجول في شوارع المدينة لابد أن تجذبك الرائحة لتذوق وشراء الحلويات الرمضانية.